السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومآذن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التغى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.